وما جاء من أن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يتوب بنو إسرائيل في الأيام العشرة من شهر محرم، فإذا جاء يوم عاشوراء قال فليخرجوا إلي حتى أغفر لهم. هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نقله وهب بن منبه عن بني إسرائيل، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.